تظاهر عشرات التونسيين في محيط السفارة الأمريكية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى القطاع. وكانت الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع قد دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية في محيط السفارة الأمريكية. وحذر المحتجون من إمكانية شن هجوم على مدينة رفح، ورفعوا لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية وتندد بالمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، واحتجاجا على الدعم الأوروبي والأمريكي للاحتلال الإسرائيلي. والمطلب إيقاف العدوان وطرد السفير الأمريكي، والعالم كله يعرف أن أمريكا هي الشريك الأكبر في قتل ما يقرب عن 30,000 شهيد، وتقدم السلاح والمال والقرار الدولي. الحكومات العربية الكل اليوم تتحمل المسؤولية، خاصة مع التهديد الجديد اللي أعلنه نتنياهو، وهو اجتياح رفح آخر جيب.